مستمعينا الأعزاء، ضيفنا اللي هنسهر معاه النهاردة وحنغني بمناسبة ومن غير مناسبة، الموسم السابق من الأعمال الدرامية مؤخرا، نبص على المسلسل لو ما كناش خدنا بالنا قوي من الأفيش والأسماء اللي موجودة عليه، نبص نلاقي شخصية قدامنا شكلها مختلف جدا، العينين مختلفة، النظرة مش هي، حتى طريقة الشعر، طريقة المشية، نقول لا ايش مين ده، ده حد جديد ولا حد، ونتأمل نقول هو ده ضيفنا. بعد كده يجي مسلسل تاني نلاقي شخصية تانية خالص مختلفة تماما، بعيدة كل البعد، نتأملها نقول لا ده برضو ضيفنا. المهم من الشخصية دي للشخصية دي للشخصية دي، يعني الحقيقة احترنا، يعني احنا كنا عارفينه كويس قوي، جان من جانات المسرح والتلفزيون واحيانا في السينما، يعني انا ما بنسلوش مثلا دوره العظيم حتى لا يطير الدخان مثلا مع عادل امام. ضيفنا اللي هنغني معاه النهاردة بمناسبة من غير مناسبة هو النجم المتغير القدير في كل الالوان، الاستاذ الدكتور سناء شاف. تفتكر يا ايناس انا قد اللي انت قلتيه؟ لا والله، ده انا بكلمك عن المشاعر فعلا اللي انا بشوفها من المحيطين بيا، يعني ده جمهورك. بصرف النظر على انك لا يمكن، انا متاكد انك انت تبقي محايده في سناء شافع، بس برضو السؤال مره اخرى، اللي انت قلتيه ده عن سناء شافع الحقيقه يعني ايه؟ انا بعد كده طب اطلب ايه حمد من ربي؟ الله يخليك. يعني اطلب حمد، اطلب ايه اكتر من حمد من ربي؟ ان اداني الزمن، اداني الوقت، ان نمره واحد اعرف طريقه، ونمره اتنين ان ابقى حامد شاكر دائما، لان لما الاقي تلامذتي، لما الاقي زملائي زيك، زي يعني انا بعتبرك يا ايناس انتمتي، وكنت دائما ابدا انت يشرفني يا دكتور، صريحه معايا، كنت دائما ابدا حائط صد بالنسبه لي، كنت دائما ابدا ما بتجامليش رغم رقتك الشديده جدا. فمساله انك انت تقولي لي ده والمحيطين اللي موجودين ممكن يقولوا شبه الكلام اللي انت بتقوليه، لا ده انا بنقل بالحرف، ابقى انا ايه الغنى اللي انا فيه يعني يعني عارفه اصدق ان انا اصبح لحياتي معنى، اصدق. لا العفو يا دكتور، لا العفو، زي حضرتك حفرت تاريخك من يعني من زمن، حفرته يعني. الناس عارفه ايه؟ انا لما حد، انا هقول لك على حاجه صغيره، او لما حد بيقول لي ليه انت اغلب الشغل اللي انت بتعمله سواء تمثيل او اخراج او محاضرة او 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 بتجتهد فيها او انك انت كويس فيها، بقول له لان انا بخاف من تلامذتي، بخاف من اجيالي، بخاف من صحبة زيك انتمتي الاحسن، بعدين عارفة كل حاجة عن سناء شافع، تزعل منها لها واحد في المليون ان انا بكذب او ان انا ممكن تزعل مني، فلازم ابقى كويس، يعني ابقى كويس عشان انا اتبهى بانهم راضيين عنك، تلامذتي وحضرتك وزملائي. خليني كده ابتدي بالادوار الاخيره وادخل على الجديد بالنسبه لحضرتك، ادخل بالدورين الاخرانيين اللي ابهروني انا شخصيا، يعني حياه كان طبعا حته شخصيه فظيعه، التمهرج الافاق ده كان فظيع فظيع فظيع، وانا صح ساعه ما كلت ودنك، لا يعني علامه فعلا. وبعدين ما كان في القصر الراجل اللي قاعد وما بيتحركش، كل التعبيرات في الوش، حتى ما فيش البادي توك زي ما بيقولوا، الحركه اللي بتساعد في الاحساس. يعني دورين مختلفين بعاد جدا عن بعض، ولكن هناك سناء شافع في الدورين وفي الاخراج، ما شاء الله، جيل الجديد واللمحات الجديده اللي عمالين يضيفوها سنه بعد سنه، شيء جميل جدا يسعد. يعني انا الحقيقه حكايه حياه، يمكن أنا من الأدوار اللي أنا ما اخترتهاش، أو أنا في العادة على فكرة بسيب الناس تختار لي، لكن أنا ما حتى ما بفتشي
في الأدوار، لأن غالبا لما بقول إيه، بقول أنا محترف أكل عيشي، اجتهدت فيه عمري كله، أنا شغلتي أقول حاضر وأتفاهم معك إذا كان ممكن التفاهم معك كمخرجة في الشخصية وإلى آخره، لكن طالما إن الورق اللي قدامي شفته بيقول يطلع منه حاجة، فلازم أتأمله جيدا وأفهمه جيدا. يعني هو مثلا حكاية حياة، أولا اللي اختار سناء شافع شاب مخرج اسمه محمد سامي، شاب مجتهد قوي، أنا بشوفه الموضة خالص يعني يعني قال لي أنا عندي دور مش بطل قوي، قلت له والله يعني أنا البطل ده أنا ما بعرفوش، أنا بعرف الدور، بعرف الشخصية، ملياش علاقة بحجم الدور وطوله والمتر والكلام بالشكل ده، فحاضر وريني. فقلت له أنت مش اخترت سناء فيه؟ قلت له قلت له هتتحمل مسؤولية أنك أنت تشوفه بعينك من بره؟ قال لي قلت له خلاص، على فكرة أنا ما بشوفش مونيتور طول عمري لأن ما بيعجبنيش سناء أرجوك. فقال لي خلاص أوكي. فابتدينا سوا أنا وهو، فقال فبعد مشهد واتنين يقول لي سناء ما عارف ما انا عاوز اضحك من الشخصيه دي، انا الشخصيه دي لا نعيده تاني، اقول له يا رب الف مره لغايه لما انت تقول اوكي. اي بس هو وصل فعلا معاك ان الشخصيه رغم انها فيلن لكن تضحك. هو ال 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 التريك، يمكن انا بقول ده لاول مره في دور عزت في حكاية حياة، اللي هو ما فيش شخصية أبدا يا إيناس موجودة قابلتني شرير ويعلم إنه شرير. يا حرام، كلهم فاكرين روحهم طيبين. شرير يعلم إنه شرير هو كده. حلوة دي، تحتها ثلاث خطوط حمر في الجملة. بس, بس, بس يا إيناس عارفة ما, ما, ما فيش، اسمحي لي يعني، ديرتي وهو بيقول انا ديرتي. عادي خالص. يعني انت حضرتك انا كده، انت هتديني ايه، هديك ايه، هاخد ايه. ما هو كده ما فيهاش، فمالوش دعوه هو ايا كان مين، لو حتى ده شخصيه غير ممكن ان انت تجديها في الحياه على الاطلاق، لكن ده تكسيف لشخصيه ديرتي. يعني هو ده اللفظ، مش عايز اقوله احتراما لبرنامجك، شرير يعني، لا هو شرير يمكن مخففه شويه، لكن الناس اللي عارفه معنى ديرتي بالعاميه هتقدر تدرك ايه الحكايه. فهو ديرتي ويعلم ان هو ديرتي، ده مش ممكن تلاقيه. فده بتكثفي تلك القيمه اللي موجوده في مجتمعك، فعشان كده الناس لقوا زي ما انت شفتي اتعاملوا معاها. الأستاذ الدكتور الفنان القدير سناء شافع، يعني حاليا هل قدام حضرتك سيناريوهات جديدة؟ هل في أدوار جديدة؟ يعني إيه الحركة الفنية اللي داخلك الآن؟ الحركة الفنية اللي داخلي الآن، الناس انت عارفة أنا ما أقدرش أستغنى عن المسرح أبدا. يا رب يكون حاجة مسرح يا رب. أنا لسه بقوله وبعيد عن المسرح ليه، فبحضر يوليوس قيصر، ويليام شكسبير، الله، في ساعتين مش في 4 ساعات. برافو. يعني هو النص، الشباب والنبي. ايوه عشان ايوه ما نقدرش احنا على 4، احنا ايامنا احنا اتعلمنا من ال4 ساعات. لكن النهارده انت عاوزه توصلي رساله المسرحيه في ما لا يزيد عن ساعتين، بحكم الايقاع اللي موجود وبحكم دلوقتي ان الزمن والوضع الاني في التطوير والإنتاج والوقت، حتى على المستوى السياسي ومستوى البناء إلى آخر، مش محتاج إن احنا نقعد ونريح كده. وتعرف ما عادش في وقت، لأن الناس عايزة الجرعة موجودة عشان تطور. لا، ومهم إن احنا نروح للشباب كمان، مهم عشان نجيبهم عندنا. صح. ففي يوليوس قيصر، سيزار، و
وعارفة هو دلوقتي احنا في هذا العصر، يعني في 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 عصر المؤامرات الكثيرة والصراع بين المثالية والمادية والصراع بين الفلسفات المختلفة اللي هو موجود عندنا دلوقتي، وإيه حكم الدكتاتورية ودكتاتورية الفرد وإلى آخره، عدم دكتاتورية الفرد. ده احنا محتاجينه، فبنحضر ده للمصحة القومية، لأن أنا يعني ابن نوعي نوعي وشغلي كله تقريبا. مين مع حضرتك يعني في العمل؟ لسه لغاية دلوقتي بنقي، لكن الحقيقة حضرتك هتخرج ولا هتعمل دور؟ لا هخرج. هتخرجها؟ لا هخرج. ما شاء الله، دي عودة جميلة للمسرح. لا هخرج، ويمكن لأول مرة، لأن أنا ضد الحقيقة المخرج اللي يمثل هو شخصية قيصر سيزر في العمل إناس عندي في الساعتين اللي هيتقدموا للناس. هو على فكرة شكسبير يعني ما فيهوش هزار وما فيهوش لا تخريجات ولا بتاعه الحاجة، لأنه إيه هو بس مضمومة ملمومة، هو في عالمية في الحدث، هو أساسا في عالمية موجودة وأبحاث كثيرة في يعني إيه مؤلفين اللي ليهم مد ما يخلص يعني على الإطلاق. يمكن مجموعات تلامذتي اللي أصبحوا دلوقتي نجوم في القوم اللي موجودين أقدر أعمل في وسطهم أنا سيزر، وهو الثلاث مشاهد فقط بس إيه حد فيهم بقى كلهم تلامذتي كضيف يعني شرف بقى. إذا كنت أنا يعني خدمتهم قبل كده كتير فيخدموني أنهم يشوفوني من بره في وسطهم، لا والدفى بيهم وإذا كان ممكن يتدفوا بيا يتسندوا على حضرتك يعني أنت الوتد وأنا اتدفى بيهم كمان طبعا، يعني عارفة إيه برضو ألاقي فيهم حياتي يعني الموجودة. ده بالنسبة للمسرح. بالنسبة للتلفزيون طبعا عندي حاجة اسمها أريد رجلا بتخرج، وكانت بنت من بناتي اسمها بتول عرفة. بتول دي جميلة على فكرة، مخرجة جميلة، أنا تعاملت معها في مهرجانات قبل كده، مخرجة مسرحية جميلة وعندها رؤية بتول جميلة، وفي كمان والناس بتحبها بتتلم حواليها، يعني سهل إنها تلم مجموعة من الشباب النجوم ببساطة لأنه محبوبة حقيقي. في بعد كده أوراق التوت لغة عربية وحاجة متاخدة من عن الأصول العربية والنشأة وبزوغ الدين في الجزيرة العربية، وهجرت ده للهند اسمها أوراق التوت بيخرجها هاني اسماعيل. وفي ألف ليلة وليلة، حلو ده، في ألف ليلة وليلة أخيرا رجع بشكل جديد شخصية. واللي بيعملها مين؟ اللي بيخرجها مين؟ بيخرجها عزيز عندي جدا، أنا كنت تعاملت معه مدير تصوير اسمه رؤوف عبد العزيز، كان بيعمل صورة حلوة قوي في باب الخلق، عمل صورة حلوة قوي باب في الشوارع صح مع حضرتك في الشوارع الخلفية. كنت بشوفه مثلا مع المخرجين مع عادل أديب وغيره بيدخل شوية في الإخراج في بتاع كده تحريك الممثل، فإيه كان لافت نظري جدا. ده جه بيعمل ألف ليلة وليلة النهاردة، الله، برمي على الحاضر اللي موجود والإرهاب وإلى آخره. احنا محتاجين القوى الناعمة تعالج القوى الناعمة بشكل مفهوش مباشرة كمان من خلال حواديت ألف ليلة وليلة، اللي هي الحواديت اللي شبه حواديت اليومين دول يعني بالضبط يعني الناس عارفة كمان يعني ايه. بعمل معاه حاجة اسمها معروف الزفزاف. أيوه. تلخيص يا إناس لكل قادة الإرهاب
الحاليين بن لادن على لا لا بن لادن كمان بن لادن على عريان على مش عارف مين على مين على مين على 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 داعش على 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 من أول عمر التلمسانية وبيمرن في الجبال الناس أفغانستان على القهر على 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 محاربة الدول وهو إلى آخره. دور حقيقي حقيقي رغم ان انا صورته في الجبال خلصته، الا ان من الادوار اللي انا حاسس شخصيا ان يعني ايه مستوى هو في العموم ان البني ادم يتامل الدور بتاعه اللي بيعمله كويس. الفنان القدير والنجم الكبير سناء شافع ضيفنا النهارده، والمفروض انا بختار اغنيه وبدي لحضرتك فرصة تختار أغنية أنت بتحب تسمعها كده بمناسبة ومن غير مناسبة، يعني ما تفتح الراديو تلاقيها تسعدك تجيب لها سي دي، فعايزة أتعرف كده على ذوقك الغنائي، تحب تسمع إيه؟ شوفي يمكن كنا قبل التسجيل بنتكلم في الحداثة في الفن طبعا، وبنتكلم في أن إحنا ما نبقاش قدام عشان نوصل للناس بقى قريبين من الشباب، لكن ده ما ده مش معناه احنا بقى احنا لا انا بسالك على مزاجك احنا بقى احنا ازاي نستفيد من التراكم بتاعنا القديم نستفيد من ام كلثوم، نستفيد من محمد عبد الوهاب، نستفيد من فيروز، نستفيد من الشيخ زكريا احمد اللي احنا يعني طبعا ما عايشناهوش بشكل مباشر وبشكل ناضج، لكن انا بشكر انعام محمد علي انها ورته لنا كويس قوي في قصه حياه الست. ده صحيح. عارفه ده مع ال مع 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 متابعة واحد زي أخونا العزيز هاني شاكر اللي بيحاول يوصل من عندنا لده، ثم الولاد الجداد والبنات الجداد مش كلهم اللي تربوا صح، لكن نقدر نقول أنغام تربت طبعا صح، شيرين تربت صح، أنا أمل ماهر أكيد جيتك ثلاثة هم بيغنوا صح تمام 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 دلالة على أن كمان مصر وولادة يعني شيرين بصوت القاسي بتاعها تقول لك أنا المجروح أنا ده أنا صوتي 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 صوت المجروح الصوت الشجن صوت الشجن اللي يمكن شوية لأن أنا صوتي صوتك زي ما شيرين فبحب شيرين قوي لان كنت أيوة طول عمري ومن زمان نجاح سلام نجاح سلام شيرين سناء شافع يا ريتك غنيت يا دكتور خلاص نبتدي بشيرين. الفنان الاستاذ القدير سناء شافع، انا عايزه اروح مع حضرتك لبدايتك في الاول خالص، ازيك ترجع معايا كده بالذاكره لبدايتك. حبيت الفن ازاي؟ مين حببك في الفن؟ يعني انت قلت لي الوقت اتنين من مجال الاغنيه ام كلثوم وعبد الوهاب، طبعا المؤكد انت كنت مستمع مخلص ليهم جدا وانت صغير. لا انا بكلم بقى على التمثيل، هل افلام الابيض والاسود، هل المسرح، هل جورج ابيض، هل يوسف وهبي، يعني مين اللي خلاك تفكر انك تمثل؟ والله انا مش عارف احدد لسعادتك بالظبط، لكن أنا مولانا رحمة الله عليه وأنا صغير يمكن في رابعة ابتدائي كنت في الجمالية الابتدائية وكان هو اتخرج من كلية دار العلوم ومدرس في الجمالية الابتدائية، كانوا زمان لازم يروحوا مرحلة الابتدائي وبعدين ساب المراحل دي كلها وراح داخل راجع تاني للأزهر وهيئة كبار العلماء وكده، لكن من عيلة شافع يعني وهو يعني زميل الكبار بتوع الازهر يعني، فهو غلط وانا صغير في ثالثه ابتدائي رابعه ابتدائي ودخلت دار الاوبرا الملكيه في ايده
وفاكر ان اول بدله في حياتي يعني هو جبال انه كان ممنوع انك انت تخش الاوبرا غير بدله. وهو كان لسه بيلبس بدله، ما كانش رجع للجبه والقفطان تاني يعني والعامه يعني عمامه الازهر يعني. فخدني من ايدي ودخلت مسرحيه ليوسف بيك وهبي، الله الله، اسمها، وكان معاه حسين رياض، اسمها السر الهائل. الله على التراث. السر الهائل دي قعدت في الصالة، دخلت مع مولانا رحمة الله عليه أبويا، خرجت ملياش عيشة على الإطلاق غير الحكاية دي الفن. من يومها طبعا حصلت مقاومات فظيعة من مولانا يعني طبعا. وكان يتمنى أن أنا أبقى أديب يعني، أراني الأيام لطاحسين ونجيب محفوظ والنهاية أراهم، لا هو كان مشفق عليها من العقاد بعد شوية لأنه كان في صالون العقاد فكان مشفق عليها الأول، لكن إيه بدأت بالأيام وألام فيرتر وبعدين دخلت على عبد الحليم أو حليم عبد الله ونجيب محفوظ وكده، وكنت في سن مبكر جدا يخرج هو من بيت يروح المدرسة أو بعد كده يروح الأزهر ويرجع ويجيب لي مثلا بداية ونهاية وبعدين يرجع بالليل ويقول لي خلصت خلصتها فين، ولحد فين فأقول له أنا خلصتها فيبتدي يناقشني فيها. الله. فهو كان في ذهنه، كنت باخد في موضوع التعبير ده كان اسمها الانشا زمان، أي. كنت باخد في موضوع الانشا ده 21 لا انا اوعى الانشا دي لا طبعا اسمها الانشا تعبير ده جديد قوي الناس احنا كنا بنبص لك دائما ابدا انت الفتاه الصغيره في وسط انا طفله اه لا انتوا بتبصوا غلط حولين جد حولين لا انا صحيح كنت انت يعني فعلا الانشا بونبونة اسمها موضوع الانشا موضوع الانشا يا استاذنا عيب يعني كنت بونبوناية يعني ربنا يخلي حد اجيالنا يعني حبيبتي ربنا يخلي حد اكيد يعني شكرا. فهو كان عاوزني فقط ابقى اديب يعني المهم ان في الجماليه الابتدائيه بعد ما شفت السر الهائل كان هو كده بالصدفه يعني ماسك النشاط بتاع مولد النبي فاشتركت فاشتركت في النشاط في مسرحيه كان افتكر عاملها عم علي الجنبلاطي لان كان يمكن زميله اسمها عمر بن الخطاب والعجوز فكان صوتي جهوري كده شويه وانا في ثالثه رابعه ابتدائي فاختاروني لشخصيه عمر بن الخطاب والعجوز دي فزادت الطينه بالله فحببك زياده من غير ما ياخد باله بعد كده بدا يقاوم بقى بعد كده بدا يقول لي تاكل تشرب تنام في البيت فقط امال تشكره ازاي تذاكر وتقرا في الادب وخلاص تمثيل ايه فين فضل تاكل تشرب تنام في البيت لغايه لما ضمن ان انا خلصت ان انا سافرت ببعثه الى المانيا الشرقيه ورجعت بعد سنين طويله فدخلت البيت فبدا يسلم عليا وياخد ويدي معايا في الكلام لاني بقى معايا شهاده عليا حقيقيه وبقى دلوقتي ممكن ان انا اسلك مسلك التدريس فكان هو يحب التدريس جدا فورثني التدريس جميل ابويا ونعم رحمه الله عليه ونعم الورث طبعا 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 وبدات تتدفى بتلامذتك يس الاحساس الجميل ده وانت بتدرسهم بتسقيه لهم ازاي تقول لهم ايه انا عايز اقول لحضرتك على حاجه انا في حاجتين موجودين عندي يعني بالنسبه للتدريس انا احب التدريس مقدرش استغنى عنه ابدا خالص ده متعه خالص متعه انك تطلع اجيال خالص وعلم ينتفع به ربنا يخليك يا رب وعليه افضل الصلاه والسلام عارفه ما اعرفش يمكن انا شخصيه مش طبيعيه قوي كتير لان انا ما تيجي احب التدريس قوي حضرتك مختلف احب الاخراج قوي احب التمثيل قوي
أحب أسرتي قوي. لما تحب تحب قوي ولما تبعد تبعد قوي؟ لا وابعد بعد ما يطلع روحي يعني. ولو دورت ظهري خلاص اتقي شر الحليب. حقيقي حقيقي اتقي شر الحليب. فتلامذتي انا باخدهم حاله. ايوه يعني اللي انا بسال يعني عليه باخدهم حاله معايا في الكلاس. يعني اخش انا خدت الطالب قبول بقعد اتابعه. انا بدرس دلوقتي بقالي حوالي اكتر من 20 سنه بكالوريوس فقط واشراف على دراسات عليا. يمكن كبرت على منعدة النحت في سنة أولى فأخذه في سنة أولى وأتابعه. يجوا ناس مثلا يقولوا لي إيه تختار مين في السكشن بتاعك؟ أقول لهم أنا ما اختارش طلبة أبدا. هم يختارون طالما إن أنا خدت قبول. أنا مسؤول عنه في البكالوريوس أيا كان مين هو. فيقول يقولي على منضدة كده الأول وإحنا قاعدين في قاعة أنا بقعد فيها على طول قاعة كده قاعة جورج أبيض في الآخر خالص يعني أقعد معهم على الترابيزة وأقعد أخد الطالب أو الطالبة الاثنين حالة الثلاث أشهر بتوع الترم. اللي عايزه تتجوز اجوزها، اللي عاوز يتجوز اجوزه، اللي عنده مشكله مع بنت صاحبته حلها له. صاحبهم جدا جدا بيبقوا زي اسرتي الحقيقيه. تتبناهم خلاص خلصت من دي تعالوا بقى نشوف ايه الحكايه. ودايما ابدا اقول لهم انا بدرس ماده وسلعه التمثيل.